فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المأموم يسر بالتكبير، فإذا كان مثلا في يوم الجمعة وانطفأ الكهرباء فهل للمأموم أن يجهر بالتكبير لأجل أن يسمع من وراء الإمام؟ هذه حالة عارضة، هذه قلنا حالة عارضة لا بأس، أن إذا انطفأ المكبر وخفي صوت الإمام أن أحد المأمومين يحتسب ويبلغ الناس التكبير والانتقال في الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.